وجاب لقب الدوري والكأس خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق لحد الآن. كل شيء يسير بشكل رائع لحد الآن. نحن هنا بالدوحة للمرة الثانية، بدأنا التحضير بجد وكل الظروف مهيئة لذلك. اللاعبون يشعرون بالقليل من التعب لأننا في بداية التربص، وسنكون أفضل مع مرور الأيام. نادي العاصمة الفرنسية الذي ضيع لقب الدوري في الجولات الأخيرة بعد منافسة شرسة مع دينكيرك، بدأ متحمسا للعودة بقوة من خلال الحصص التدريبية التي أجراها بقاعة أسباير، والتي ركز فيها المدرب غاردون بشكل كبير على الجانب البدني. نتدرب في أجواء رائعة وكل الظروف مواتية للتحضير بشكل جيد هنا. لدينا مجموعة متماسكة ونحن نركز على التدريبات للدخول بقوة في الموسم الجديد. البي اس جي الذي استهل تحضيراته في أجواء رائعة بين اللاعبين، تنتظره تحديات كثيرة، بداية بكأس الأبطال مطلع الشهر المقبل بتونس، ودعم تشكيلته بعناصر جديدة. يتعلق الأمر بالثلاثي الدولي الفرنسي، الحارس أوميير، ويليام أكومبري، وكزافي باراشي، ما جعل الجميع يتكهن بأن الفريق الباريسي سيكون أكثر قوة الموسم المقبل. في أجواء يملأها الكثير من الجد والحماس، وللعام الثاني على التوالي يواصل وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة اليد تحضيراته بالدوحة، وكله عزم على تقديم الأفضل في الموسم الجديد. بلال جيزة، بي إن سبورتس، الدوحة. ختاما مشاهدينا ذكر